نجاة عتابو تتعرض للسرقة. تطاولت المغنية التونسية سمية الحدروب على أغنية شوفي غيرو للفنانة الشعبية نجاة عتابو، حيث قامت بتقديمها بطريقتها الخاصة دون استشارتها في الموضوع. وأوضحت الفنانة التونسية خلال استضافتها في أحد البرامج أنها اعتمدت على عبارة شوفي غيرو في أغنيتها، كما غيرت من لحنها، مضيفة أن حبها لنجاة عتابو ولأعمالها دفعها إلى إعادة تقديم هذا العمل. وأشارت المتحدثة ذاتها إلى أنها استعانت بالأغنية دون أخذ موافقة صاحبتها، مؤكدة أنها تحدثت مع بعض أصدقاء ومعارف هذه الأخيرة نجاة عتابو الذين قاموا بتحفيزها على إعادة تقديمها للأغنية. من جانبها لم تعلق الفنانة الشعبية على السرقة التي طالت أغنيتها، حيث التزمت الصمت وتجاهلت الموضوع، الأمر الذي دفع بجمهورها إلى التساؤل حول ما إذا كانت ستقاضي المغنية التونسية على التصرف الذي قامت به.